طبعا هالمشاركه ضمن مجموعه فنانين ما شاء الله كلهم كبار، كلهم اعضاء في جمعيه الامارات الفنون التشكيليه. فالمعرض اليوم خاص بيوم المراه العالمي، وطبعا انا شاركت في ثلاث دوحات عاديا في المعرض هذا، وكلهم باعمار مختلفه، بديت من البنت الصغيره للبنت الكبيره، وكلهم في تعابير وجوه مختلفه، كل الثيم مالي هو تعابير وجه مختلفه. فبديت من البنت الصغيرة اللي هي اللي عندها النظرة اللي فيها تطلع وحماس، لغاية ما تروحين ورا اللي هي المرأة اللي خلاص يعني مثل ما تبين وصلت السن، ما بقول السن الكبير، بس يعني إن وصلت مرحلة خلاص يعني شافت الحياة وشافت تعبت بالحياة. فمريت بثلاث مراحل، وهالمرحلة اللي هي مرحلة البيس، السكون الداخلي إن شاء الله. أنا حالياً أجهز حق معرض شخصي إن شاء الله، وترقبوه.